الاتحاد الافريقي عامل حاله حلوه قوي من خلال حساباته على السوشيال ميديا، والحاله دي مش جديده، يمكن حصلت من سنتين ثلاثه كده من اول نهائي القرن ما بين الاهلي والزمالك، وشفنا احتفالات الاهلي وشفنا حزن وغضب وزعل لاعيبه الزمالك من خلال بقى الكاميرات اللي بتبقى محطوطه يا اما في دكه البدلاء يا اما في غرفه خلع الملابس. عايز اقول لكم بيحصل شغل كبير قوي عليها ومونتاج وتقطيع عشان في النهايه يقدر يطلع لك ملخص في دقيقتين او خمس دقائق او بعض الكلام اللي ممكن يبقى متاح، لان كمان في خصوصيه وفي سريه، والجهاز الفني واللعيبه على فكره بيبقى عندهم علم ومعرفه ان في كاميرات موجوده عشان بترصد الكواليس اللي انتم ما بتشوفهاش اثناء ال 90 دقيقه. ففي النهايه اداره الاعلام والسوشيال ميديا والديجيتال ميديا في الكاف عامله بصراحه مجهود جميل جدا، من خلاله ورتنا ايه اللي كان بيتم في الكواليس سواء في قبل لقاء الذهاب او بعد لقاء الذهاب او اثناء لقاء الاياب، والفرحه العارمه اللي كانت في غرفه ملابس الاهلي بعد لقاء الاياب. تعالوا نشوف كده جزء من الفيديوهات اللي تم عرضها على السوشيال ميديا واللي عملت رد فعل كبير جدا، بس اكدت على معنى واحد. احنا هنا لما اشتغلنا على مدار اسبوع كامل ما بين لقاء الذهاب والاياب كنا بنقول لكم كل الكواليس والتفاصيل دون الخوض في الاسرار او المعلومات اللي تخص الفرقه، وكنا دايما عندنا يعني احساس وكنا بنقول لكم انطباع ان الاهلي رايح يكسب. لما تشوفوا الفيديوهات وتسمعوا اللي تم في الكواليس هتعرفوا اللي احنا كنا بنقول لكم الصوره، ولكن دون الخوض في الكواليس والاسرار لان دي امور متعلقه بشغل الجهاز الفني، ولكن الكواليس دي اكدت ان قناه الاهلي على مدار اسبوع كامل ليه كان في حاله تفاؤل وليه كان في تركيز على فكره المكسب، لان ده كان بناء على معلومات ومعطيات ومتابعه لما يدور في داخل غرفه خلع الملابس منذ صافره الحكم الليبي الى قبل صافره الحكم الاثيوبي بملكه سيما في لقاء الاياب. نتابع. عرفتوا ليه قلنا بعد لقاء الذهاب اقفل على هذا اللقاء بنتيجته والاهلي رايح منتصر والاهلي رايح كسبان وهنلعب على المكسب وهنلعب على احراز هدف والاهلي هيرجع بالكاس للحاله اللي انتوا سامعينها وشايفينها؟ انتوا النهارده بقى بتسمعوا الكلام ده صوت وصوره وشايفين كلام كهرباء، كلام مارسيل كولر، الطريقه اللي بيترجم بيها الكابتن خالد الجوادي المترجم لمارسيل كولر، شوفوا الاسلوب والطريقه. كولر بيتكلم بحماس بيترجم بحماس، هو الراجل مش بيترجم اللغه الالمانيه للغه العربيه وبس، الراجل بيترجم كمان احساس المدرب، مشاعر المدرب، صوت المدرب، نبره صوت المدرب، دي نقطه مهمه جدا في المترجم على فكره. خالد الجوادي من الناس الاهلاويه الجامدين قوي على فكره، واحد من الثالثه شمال بالمناسبه. فجزء الشغل والاتقان في الشغل مهم جدا، ولكن مهم معاه كمان الانتماء والاخلاص في العمل. الاثنين دول نقطتين مهمين جدا في نجاح اي منظومه.
عشان كده الاهلي بيبقى حريص دايما، مش فكره ان انت راجل بروفيشنال وبتتقن عملك بشكل كويس ده شيء كافي، لا لازم تكون منتمي للمكان، لازم تكون بتخلص للكيان وللنادي، دي نقطه مهمه جدا. شوفوا كلام عمرو السوليه، شوفوا كلام كهربا، كهربا قال ايه لمصطفى شوبير، محمد هاني كلامه كان ايه لما قلنا هنا على مدار اسبوع الاهلي رايح يكسب، الاهلي هيفرض كلمته على الوداد في مركب محمد الخامس، الاهلي رايح كسبان، الضغط كله على الوداد، الوداد ما كسبش ولا مباراه على ارضه الا الفوز على سيمبا في الوقت الاصلي ولجأ لركلات الترجيح، وبالتالي الفريق وصل المباراه النهائيه ما كسبش مباراه في وقتها الاصلي. ده اللي كان دايما بنحاول نصدره لحضراتكم، وده اللي دايما كنا بنصدره للاعلام المغربي، وده دايما اللي كنا بنحاول نطمن بيه جمهورنا، لان دي الحاله جوه اوضه اللبس. وبالتالي سيبكم من اي كلام بيتقال في اي مكان تاني، انتوا لو عايزين تعرفوا الحاله والتفاصيل والكواليس والاخبار مش هتسمعوه الا من خلال المصدر الرسمي الخاص بالنادي الاهلي، وهو من خلال شاشه قناه الاهلي. تعالوا نشوف الفيديو التاني، وده له علاقه بلقاء الاياب هناك في المغرب اللي تم في هذا اللقاء داخل غرفه خلع ملابس النادي الاهلي. بس معلش احنا كده كده النهارده في الماتش الصوت هيبقى عالي، فاحنا كل اللعيبه 11 لعيب الموجودين عينيهم على الكوره، عشان هم لما قعدوا نص الملعب رجاله الصوت هيعلى لكنهم هيجيبوا جول، فاحنا كل عينينا على الكوره وبس، نركز في الكوره ونكلم بعض، نبص لبعض على طول يا رجاله، ان شاء الله 90 دقيقه رجاله حياه وموت، حياه وموت تاخد البطوله ديت. خلي بالنا يا رجاله اي فاول او حاجه بياخدوها بيلعبوا بسرعه جدا، مش احنا واقفين مش مركزين، هم فجاه يلعبوا كوره حاجه مش هيرجع حاجه. استاذ محدش فينا قال قبل الماتش انه هيبقى ماتش سهل. اوكي يا ابني زاك شون فور انا ممكن بي براوكن انا اوس ليتس سو. احنا قلنا من اسبوع ان احنا محتاجين نجيب جول هنا. بس كان اول حاجه من اول. ولسه احنا لسه وصلنا زي ما هي وعايزين نجيب جول. كتير الجول نضغط تريد دام ورا يمين شمال. هو ده اللي احنا محتاجينه. هو ده سبرافت فايتين ده ماما. فكروا احنا عايزين نجيب جول. الكاس فكروا عيالكم. النهارده كلموكم. كل واحد في عيلتكم عايز الكاس ده. الناس مصر مستنيه الكاس ده. انا عجبني الاحساس بتاع محمد عبد المنعم، قال لك قسما بالله هنجيب جون وهنكسب، وهو فعلا اللي احرز الهدف وهدف المكسب والفوز بالبطوله. الاحساس والتحدي والاصرار وفكره بقى ان انت عندك خبرات المكان ده، ازاي تتعامل معاه، ازاي ما تركزش مع الحكم، ازاي تلعب على الكوره، ازاي عينك على الكوره، ما تركزش مع المؤثرات اللي موجوده خارج الملعب، الصفافير والامور اللي ممكن تبقى فيها يعني عامل ضغط عليك وعلى الفرق المنافسه اللي ممكن تلعب في مركب محمد الخامس. خلاص الشفره دي الاهلي فكها، يعني شفره مركب محمد الخامس الاهلي فكها في نهائي دوري ابطال افريقيا، زي ما فك شفرات ملاعب تانية، ملعب جروه في الكاميرون الاهلي كسب القطن يمكن كذا مره من 2008 لغايه 2023، كسب القطن بسكور، كسب القطن وخد منه دوري ابطال افريقيا. الاهلي فك شفره ملعب رادس حتى لما اتغير اسمه بملعب حماد العقربي في رادس، برضه كمان الاهلي فك شفره الملعب وفاز على الترجي، فاز على الافريقي، فاز على الصفاقسي. يعني الاهلي دايما وابدا بيبقى ليه صولات وجولات في الملاعب الافريقيه، حتى في ملعب خمسه جويليا في الجزائر مع الفرق